اللسان بينكسف. سبحان الله العظيم، لما تشوف طفل صغير حافظ القرآن كله، وانت حافظ قد ايه من كتاب ربنا؟ قولي والله إيه؟ الظروف برضه، الواحد كبر ومش حافظ. طب حافظ اغاني قد ايه؟ حافظ اسماء لعيبه قد ايه؟ حافظ اسماء فنانين قد ايه؟ حافظ في شغلك قد ايه؟ اتقانك للكمبيوتر والنت والحاجات دي قد ايه؟ مهارتك في معرفة الشوارع والسواقة والحاجات دي قد ايه؟ مهارتك كل المهن دي جت بالتدريب والمتابعة والصبر، وجت مع الوقت. كذلك القرآن يجي كده. احنا لو بدأنا نحفظ القرآن آية كل يوم، آية، أنا عايزك تحفظ بس في يوم ألف لام ميم، وتاني يوم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وثالث يوم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، كل يوم آية. بس سهلة، هتحفظ. بس احفظ، حس إنك بتزيد، إنك تقرأ القرآن كتير. كلام ربنا طهارة القلب، و قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود، ويروى ايضا عن علي بن ابي طالب، الثلاثة. قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو قلوبكم طهرة ما تشبعش من كلام ربنا ابدا. يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. القرآن كلام الله العظيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مصحفك ده سلاحك، ما يطلعش من جيبك، ما يطلعش من قلبك، ما تفرطش فيه دقيقة، ما تفرطش فيه ثانية. روحك، مصحفك ده روحك، على طول لحظة اقرا آية، وفتحت قريت آية وبعدين انشغلت، جالك شغل ارجع تاني. هكذا دايما عينك عليه، قلبك فيه، روحك معاه، هو شغلك الساخن. القرآن كلام الله حبيب قلبك. الحمد لله يا شيخ، احنا بنقرا، انا كل يوم بقرأ صفحة. ماشي، جزاك الله خيرا، جميل جدا، رائع، ممتاز انك تقرأ صفحة كل يوم. لكن لو زدت مش يبقى احسن؟ خلاص امشي من هنا ورايح، نخليهم صفحتين. طب كمان شوية لله. ماشي، نقرأ جزء كل يوم، جميل جدا انك تقرا جزء كل يوم طول السنه. لكن في المواسم المساله محتاجه برضو منك ايه؟ اديني حته كمان، حته كمان لله، شويه كمان زياده، اديها زقه. معلش معلش، عشان خاطر مفيش وقت يا مش، والله لو في وقت كنت اديتك، بس انا مفيش وقت، هنجيب وقت منين؟ طب معلش، ممكن تديني تلت ساعه، 20 دقيقه كمان من ال 24 ساعه زي بعض. ماشي يا عم الشيخ، تلت ساعة ماشي، هنقرا فيهم جزء كمان، يبقى كل يوم جزئين. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ لروحي وحبل المتين، ورحمات قلبي وحصن الحصين، شفاء لروحي وحبل المتين.